السلام عليكم ورحمة الله. أنا الآن توجه الاجتماع للاتفاق على برنامج كافي كورسز اللي وعدتكم فيه. مش من عادة أني أتحدث عن الأشياء اللي راح أسويها، العادة أني أتحدث عن الأشياء اللي سويتها فقط، لكن هذا البرنامج أموره طيبة وماشي ولا الحمد. طبعا البرنامج الآن جاري التنسيق والتحضير له في 4 مدن و3 دول. طبعا كافي كورسز برنامج تدريب شبه شخصي، تستطيع انك تطلبه في اي وقت وفي اي مدينه. وهذا صاحبنا ان شاء الله اللي بيتولى التسويق. السلام عليكم. الله حياك الله. بخير. الله يبارك فيك. لا باس. خلصنا مع ابو سليمان ان شاء الله برامج كافي كورسز وايضا برامج الرحلات الدوليه، وان شاء الله نعطيكم التفاصيل في المستقبل. الآن تستطيعون تطلبون أي دورة في أي وقت من أوقات السنة، راح أعطيكم بإذن الله قريباً رقم المركز تتواصلون معهم، وخصوصاً أخواننا في الخليج الدورات برضو متيسرة في كورسز، أما الدورات الدولية في أي مكان. راح تكون الدورات في ماليزيا وتركيا وشرم الشيخ، هذه الرحلات الدولية حالياً. وأيضاً بإذن الله عز وجل المملكة المغربية، سأعطيكم بإذن الله عز وجل التفاصيل أول بأول. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك والإعجاب والتعليق، وحياتك أسهل مع فيصل خالد.